السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالطلبة جميعا عبر مقرر عرب 311. عنوان الدرس دراسة مقارنة بين نصي الأرض الخراب للشاعر تي سي إليوت وأنشودة المطر للشاعر بدر شاكر السياب. النص الأول الأرض الخراب لتي سي إليوت. الأهداف التعليمية للدرس: 1- أن يفسر الطالب معاني المفردات الجديدة من خلال السياق. 2- أن يحلل الطالب النص وفق مستوياته المعجمية والتركيبية والبلاغية. أن يوظف الطالب الأساليب والتراكيب الجديدة في تواصله الشفوي والكتابي. تمهيد: اقرأ النص قراءة صامتة من كتاب المقرر صفحة 64. ينعي إليوت في قصيدته الحضارة الغربية التي يرى أنها تحولت نحو المادية وماتت فيها القيم ومات الإنسان وصار آلة متحركة لا مشاعر فيها ولا حياة، لأنه فقد إيمانه بالله فماتت روحه ولا خلاص له إلا بالعودة إلى الله والقيم السمحة التي ضاعت من عالمه. السؤال الأول: حدد جنس النص ونمطه. جنس النص شعر. النمط الكتابي وصف يتخلله بعض السرد. السؤال الثاني: قسم النص إلى مقاطع ثم ضع عنوانا مناسبا لكل مقطع. الإجابة: المقطع الأول العنوان الموت في الحاضر من السطر الأول إلى الثامن. يصف فيه موت عيسى بن مريم عليهما السلام، ويقرن به موت الناس في المجتمع الغربي. المقطع الثاني العنوان انحباس الماء عن الجبل الصخري. من السطر التاسع إلى السابع والثلاثين. المقطع الأول العنوان الموت في الحاضر من السطر الأول إلى الثامن. يصف فيه موت عيسى بن مريم عليهما السلام، ويقرن به موت الناس في المجتمع الغربي. السؤال الثالث: سيطر حقل الألم والعذاب
على مفردات المقطع السابق. اذكر أربعا من مفرداته وبين دلالته. المستوى المعجمي: معجم الألم والعذاب. الألفاظ: الوجوه العارقة، الصمت، العذاب، الصياح، العويل، السجن، ميت، ميتون. الدلالة: بيان حالة الشاعر النفسية التي تتألم لما حل بالحضارة الغربية من ألم وخراب، كما يصف حالة الأرض بعد انحباس المطر. السؤال الرابع: كثرت الصفات والنعوت في المقطع الأول، حددها وبين دلالتها. الإجابة: الصفات والنعوت: الجبال القصية، الأماكن الحجرية، الصمت الصقيعي، الوجوه العارقة. الدلالة: وصف مشهد الخراب وما حل بالحضارة الغربية بسبب غياب القيم والمبادئ السامية. السؤال الخامس: استخرج من المقطع السابق طباقاً وبين وظيفته الدلالية. الإجابة: حي ميت، أحياء ميتون. الوظيفة إبراز المعنى ببيان انقلاب الأوضاع في الحضارة الغربية بعد غياب القيم. المقطع الثاني، العنوان: انحباس الماء عن الجبل الصخري. من السطر التاسع إلى 37. السؤال الأول: هيمن حقلاء الماء والصخر على معجم المقطع الثاني. استخرج الكلمات الدالة عليهما. الإجابة: الحقول الدلالية، معجم الماء في مطر، شربنا رعد، نبع، الزير. معجم الصخر الرملي، الرمل، ميت، نخرة، رعد جاف، عقيم، بلا مطر، طين متصدع. السؤال الثاني: تنوعت الجمل في المقطع الثاني بين الإسمية
والفعلية. هات مثالاً لكل منها وبين وظيفة تنوع الجمل الإسمية في المقطع. الجمل الإسمية: العرق جاف، بركة من الصخور، يابس العشب يغني، الجمل الفعلية: الجمل الشرطية: ليس ثمة حتى وحدة في الجبال، لو كان ثمة ماء. الوظيفة: تضافرت الجمل الإسمية والفعلية لتقوم بدور وظيفي هام، ألا وهو وصف حالة الأرض العقيمة التي انحبس عنها الماء والمطر، أي القيم، لتظهر في النهاية حالة الشاعر الحزينة المتألمة. السؤال الثالث: وضح الاستعارة في الأمثلة الآتية وبين وظيفتها. رعد عقيم، يابس العشب يغني، يابس العشب يغني. الحسون الناسخ يغرد. التوضيح: شبه الجبل والرعد ويابس العشب والحسون بالإنسان. الوظيفة: التشخيص، تعكس حالة الحضارة الغربية التي بدت كأرض خراب عقيم بعد ضياع القيم. أنشودة المطر. النص الثاني للشاعر بدر شاكر السياب. أهداف الدرس: أن يتعرف الطالب دلالات المطر في نص السياب، أن يحلل الطالب النص وفق مستوياته الأسلوبية، أن يستنتج الطالب العلائق الجدلية بين المطر والحياة، أن يقارن الطالب بين نصي إليوت والسياب. التمهيد: النص قسم من قصيدة أنشودة المطر التي صارت عنواناً لأبرز أعمال السياب، والقصيدة مستوحاة من قصيدة الأرض الخراب للشاعر الإنجليزي الشهير إليوت، ومن بعض معاناته في الغربة. المقطع الأول:
أنشودة المطر المنحبس. كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم، وقطرة فقطرة تذوب في المطر، وكركر الأطفال في عرائس الكروم، ودغدغت صمت العصافير على الشجر، أنشودة المطر. إضاءة. يصف السياب في هذا المقطع الأطفال وهم يلعبون بين العرائش وصمت العصافير وأنشودة المطر التي تكسر حدة هذا الصمت. أنشطة تعليمية. 1. تحرر الشاعر من أسر الشكل التقليدي للقصيدة العمودية، وضح ذلك. الإجابة: تحرر الشاعر من أسر الشكل التقليدي للقصيدة العمودية فاعتمد السطر الشعري والتفعيلات غير المتساوية، وهو مظهر شكلي وإيقاعي جديد في الشعر الحر. 2. حدد المعجم الشعري المهيمن على المقطع، واذكر 3 من مفرداته. المعجم هو معجم الطبيعة. المفردات: غيوم، شجر، كروم. أنشطة تعليمية. حدد الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النص. الإجابة: الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النص هو شعر. 4. إلى ما تشير غلبة الجمل الفعلية في المقطع السابق؟ وضح ذلك بالأمثلة. الإجابة: غلبة الجمل الفعلية تعود إلى رغبة الشاعر في إبراز الحركة بما يتوازى مع فوران حالته النفسية، ومن أمثلتها: تشرب، الغيوم، كركرة، الأطفال، دغدغت. أنشطة تعليمية. استبعد الاختيار الخطأ في الإجابات الآتية. استعمل السياب رمز المطر للدلالة على النهوض لتحرير الوطن، النهوض لتحرير الوطن، الخصوبة والنماء والحياة، غزارة مشاعر الغربة والشقاء، كثرة الأعداء المحيطين بالوطن. الإجابة: كثرة الأعداء المحيطين بالوطن. أنشطة تعليمية.
وضح الصورة البيانية في قوله: كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم. كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم استعارة مكنية. شبه فيها السحابة بالإنسان فحذف المشبه به ثم صرح بلازمة من لوازمه الشرب. المقطع الثاني: الطفل اليتيم، من السطر التاسع إلى الثامن عشر. أنشطة تعليمية. تكرر الفعل تعود في المقطع على نحو لافت، فما دلالة هذا التكرار؟ تكرار الفعل تعود في المقطع يفيد عودة الأم من الموت، ومن ثم فتكراره دال على الانبعاث والعودة إلى الحياة مرة أخرى. ينبني هذا المقطع على التعارض، وضح ذلك. تجلى التعارض في المقطع بين الموت والحياة، الانبعاث من الموت، وبين الحضور والغياب. فالطفل يسأل عن أمه والأم غائبة، لكنه يستحضرها، ويغلب الاستحضار في النهاية. لابد أن تعود لتنتصر الحياة ومقوماتها على الموت. لتنتصر الحياة ومقوماتها على الموت. المقطع الثالث: الصياد والحلم بالمطر، من السطر التاسع عشر حتى السطر الثالث والثلاثين. أنشطة تعليمية. هيمنة حقول معجمية أربعة على هذا المقطع، هي حقل الماء، حقل الحزن، حقل الموت، حقل الحياة. أذكر أربع من مفردات كل منها. حقل الماء: المياه، المطر، انهمر، المزاريب. حقل الحزن: حزن، تنشج، حزين، الضياع. حقل الموت: الموتى، يأفل، الليل، الدم المراق. حقل الحياة: الحب، الأطفال، النجوم، الشروق. المقطع الرابع: صدى الخليج الناعس. ارتبط المعجم الشعري في المقطع بالخليج. اذكر ثلاثا من مفردات هذا المعجم. من مفردات المعجم المرتبط بالخليج: المحار، اللؤلؤ، الخليج. استعمل الشاعر اسلوب النداء مرتين في هذا المقطع. حدد جملتي النداء. ما دلالة غياب مفرد اللؤلؤ في جملة النداء الثانية؟ ما دلالة غياب مفردة اللؤلؤ في جملة النداء الثانية؟ الإجابة:
جملة النداء الأولى: يا خليج. جملة النداء الثانية: يا واهب اللؤلؤ والمحار. باء: غياب لفظة اللؤلؤ يعني غياب الرزق. وضح التشخيص في قوله: يا واهب المحار والردى. يا واهب المحار والردى. شبه الشاعر الخليج بالإنسان ووصفه بالواهب، واهب المحار واللؤلؤ، وهو لا يأخذ ولا يعطي، فهو من باب التشخيص. حدد نوع الصورة البيانية في قوله: يرجع الصدى كأنه النشيج، وبين قيمته. في قوله: يرجع الصدى كأنه النشيج تشبيه، وقيمته إظهار الحسرة. أما الآن مقارنة بين القصيدتين، قصيدة السياب، قصيدة تي سي إليوت. تأثر السياب في قصيدته بالأسطورة العراقية أدونيس تموز، وقد تأثر في ذلك بكتاب عالم الاجتماع جيمس فريزر الغصن الذهبي والشاعر إليوت. أما في قصيدة إليوت فتأثر الشاعر في قصيدته بقصيدة أدونيس رمز الموت والبعث، وأيضا تأثر إليوت بكتاب عالم الاجتماع الغصن الذهبي. أما النقطة الثانية في قصيدة السياب، السياب كسر الشكل التقليدي للقصيدة العربية باستعمال الأسطر الشعرية والتحرر من القافية الموحدة. أما إليوت فدعا إلى تحرير لغة الشعر من التقليد، وترك الوزن التقليدي. قصيدة السياب تكرار استعمال كلمة المطر، يشبه الأنشود الشعبية مع سعي لتبسيط اللغة الشعرية. أما إليوت فقد نقل ما يشبه الكلام الشعبي في ذكر الصلوات مع بساطة اللغة. السياب المعادل الموضوعي للأرض المنحبس عنها المطر هو العراق. أما إليوت المعادل الموضوعي للأرض بلا مطر هو حضارة الغرب. قصيدة السياب جدلية الخصب والعقم، والعقم تتحكم في تشكيل أنشودة المطر. أما إليوت فجدلية الخصب والعقم تتحكم في تشكيل الأرض الخراب. شكراً لكم أعزائي
وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.